ويسعدني ان يكون معايا المنتج محمود حسان وموزع المهرجانات العالمي فيجو الدخلاوي. بقول لكم منورين الدنيا كلها. ده نورك يا استاذ نجم. بنورك يا حبيبي. مكسر الدنيا بقى بمهرجانات. حبيبي حبيبي الحمد لله يا رب الحمد لله. قولي بقى استاذ محمود، النهارده واحنا بنحتفل بالدوره الثالثه من ميس نايل، تحب تقول ايه؟ اقول طبعا الف مبروك وان شاء الله كل سنه نجاح باذن الله، واحنا اتشرفنا بوجودنا معاكم. كان ليك فيجو هتسمعنا حاجه النهارده من توزيعك باذن الله، وفي شغل هيشتغل النهارده. ايه بقى قولي؟ اهو بقى زي ما نشغله فجأة يعني. فجأة بقى. حبيبي. طب حابب اسالكم، القلب ولا العين مين السبب في الحب؟ الجمال هل ليه دخل بالنسبة لك في انك تنجذب للمرأة وممكن تحبها ولا ملوش علاقة؟ لا ده شعور واحساس، ملوش دعوة الجمال ولا ليه دعوة اي حاجة تانية غير الاحساس اللي جوه منك، هو اللي بيشدك اصلا الانسان. بيجو متفق مع الحاج حودة. طب الحب بشكل عام يعني لما بتحب بتعبر عن مشاعرك الرومانسية ازاي؟ قدام العالم كله طبعا. بالكلام بالفعل هدية؟ لا الفعل طبعا. الفعل. تعمل ايه بقى لما بتحب؟ اعمل اي حاجة، اي حاجة اعملها، اي حاجة طالما اي حاجة هتوصل لها احساسي هعملها. لما بتنفعل بكلام ولحن معين بتطلع فيه كل مشاعرك، بتحب تهديه لحبيبك اول حاجة، اول حد يسمع الاغنية ولا؟ لا هو لو الاغنيه فيها كلام حلو عن الحب وكده فطبعا بهديها لحبيبي، لو الاغنيه فيها كلام عن الصحاب والكلام دوت فبهديها لصحابي بس. طب الاغنيه بقى اكتر اغنيه حسيت ان فيها جو رومانسي وزعتها؟ في اغنيه اسمها بنت 17، دي اغنيه حمو بيكا ونور التوتو على الدوره والفيلو توزيعي، ديت اكتر اغنيه يعني حلوه فعلا. بنت 17. هي بنت 17. لا ايه بقى من خلال شاشه الشرقيه وبرنامج وليد الشارع اقول لها ربنا يخليك ليا يا رب. بس يا رب يا رب. استاذ محمود، مين اكتر حد دلوقتي حابب توجه له رساله واحنا بنحتفل بعيد الحب؟ مراتي طبعا. ربنا يخليها لك. هابي فالنتاين دي، كل سنه وانت طيبه وربنا يخليك ليا. يا رب. مشاريعك اللي جايه ايه بقى؟ احنا بنعمل مسلسل اسمه ملوخيه بالترند، وطبعا لمم فيه كل الناس اللي معانا طبعا، في جو بيكا والعربي ولمم ناس كتير، فان شاء الله شغالين في كذا عمل كده ان شاء الله باذن الله غير المهرجانات ان شاء الله. فيجو جديدك ايه باذن الله؟ في البوم نازل قريب ان شاء الله، لسه ما حددنالوش اسم يعني، بس بنجهزه في شغل جديد كتير ومع نجوم مختلفه انا والحاج محمود، فباذن الله خير يعني ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق دايما ودايما متعلقين ومنورين الدنيا كلها. تسلم يا حبيبي. حبيبي حبيبي.